وزير التربية يكرم فريق أكاديمية سوريان تقديرا لإنجازاتها. انطلاق مسابقة رواد الطلائع في درعا وطرطوس. بالإضافة إلى أخبار منوعة ورياضية نتابعها بعد الفاصل. أهلا بكم. في إطار دعم وزارة التربية للمواهب، كرم الدكتور دارم طباع فريق أكاديمية سوريانا تقديرا لإنجازاتها بعد مشاركتها وفوزها في بطولة كأس جيمنازية للجمباز الإيقاعي التي أقيمت مؤخرا في الأردن، وفي البطولة الدولية الخاصة للجمباز الإيقاعي كأس دبي 2022. الوزير طباع أكد حرص الوزارة الدائمة على متابعة ودعم رياضة الجمباز في سوريا، لافتا إلى أن فوز الفريق في هاتين البطولتين يساهم في دفع المشاركات إلى تقديم المزيد وتطوير مواهبهن للوصول إلى أعلى المستويات. يذكر أن بطولة جيمنازية للجمباز الإيقاعي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة الاتحاد الأردني للجمباز، وتعد أول بطولة عالمية للجمباز الإيقاعي في الأردن بمشاركة 91 لاعبة من 10 دول و13 ناديا، وبمشاركة أكاديمية سوريانا ممثلة الجمهورية العربية السورية بسبع لاعبات تحت إشراف المدربة الأكاديمية ديانا درويش. أعلن الأولمبياد العلمي السوري عن مشاركة الفرق السورية للعام 2023 بكل من علوم الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء في المسابقات العالمية. وتنطلق المسابقات العالمية للموسم الحالي في تموز وآب القادم على النحو الآتي: الرياضيات والفيزياء في اليابان، الكيمياء في سويسرا، علم الأحياء في الإمارات، والمعلوماتية في هنغاريا. كما أعلن الأولمبياد أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحديد الفرق العالمية لكل من اختصاصات المناظرات المدرسية والروبوتك والمعلوماتية، وذلك بحسب نظام البطولات الوطنية المؤهلة للمشاركات العالمية في هذه الاختصاصات. وفي نشاطات المحافظات التربوية، انطلقت في درعا مسابقة الرواد لطلائع البعث على مستوى المنطقة، وتقدم الرواد بمختلف المواد من مدارس المحافظة كافة للاختبار النظري على مستوى مناطقهم، يتأهل الفائزون على مستوى المنطقة للاختبار على مستوى الفرع. وفي طرطوس أيضا انطلقت المرحلة الرابعة من مسابقة الرواد لطلائع البعث على مستوى المنطقة. ماهر مرشحة والتفاصيل. بمشاركة 4000 طليعي وطليعية في جميع الاختصاصات، نفذ فرع طرطوس لطلائع البعث المرحلة الثالثة من مسابقات الرواد على مستوى المناطق. نحن على مستوى المحافظة تأكدنا من تأمين المستلزمات ومن وجود الأطفال بكامل مستلزمات المادة التي يمتحن بها. شكرا لكل من ساهم، من الأهل إلى التربية إلى منظمة طلائع إلى رفاقنا المشرفين في الوحدات وفي المناطق، والشكر لكم كإذاعة للمتابعة لنشاطات هذه المنظمة التي تستحق الديمومة والبقاء لأنها هي الضمان لجيل المستقبل. تم التعاون مع مديرية التربية، مشكورين رفاقنا، بتشكيل لجان تحكيم وتأمين مستلزمات هذه المسابقة، ونحن من خلال هذه المسابقة نعزز ثقافة المشاركة من خلال التنافس الشريف بين رفاقنا الطلاعين والطلاعيات، ونؤكد على رفاقنا المشرفين والمشرفات الدقة في اختيار الرائد الحقيقي. وأنا بشكر جميع الأهالي المتعاونين معنا وجميع الكوادر التربوية ورفاقنا في قيادة فرع الحزب ورفاقنا في المحافظة بتغطيتنا بجولاتنا على هذه المناطق وهذه المسابقة. 45 اختصاصا يشمل كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية والموسيقية والرياضية. كان اختصاصات العزف والموسيقى واختصاصات مكتب الثقافة ومكتب التقانة ومكتب يعني الرياضيات والفيزياء والعلوم والفصاحة والخطابة والقصة والحكاية والشعر والرسم، كل مكتب الفنون الجميلة كلها. بلشنا
الساعة 9 صباحا المسابقات، وإن شاء الله كل طفل بياخذ حقه من خلال لجان التحكيم موجودة. السنة الماضية شاركت برواد إنجليزي وهلا موسيقى عزف، وبتمنى توفيق لجميع الرواد وأحصل على الريادة. شاركت بمسابقة علوم وكانت المسابقة كتير حلوة، وكانت الأسئلة بسيطة، وإن شاء الله السنة الجاي فوز. شاركت اختصاص علوم وهذه أول مرة لي، وكانت الأسئلة سهلة وبسيطة. شاركت إنه أعلامي صغير اختصاص معلق وثائقي، بتمنى أكون ناجحين وأطلع رائد على مستوى القطر. شاركت على مدى سنتين في الرواد، ولكن لم يوفقني الحظ في السنة الماضية، فبدعم أسرتي ومعلميني شاركت هذه السنة، وأتمنى التوفيق وأطلع رائد على مستوى القطر. أجواء تنافسية لاكتشاف الرائد الحقيقي الموهوب للوصول به للريادة على مستوى القطر العربي السوري. للفضائيات التربوية السورية، ماهر مرشحة، طرطوس. وفي حماة يتابع طلاب الثالث الثانوي في التعليم المهني قسم التصنيع الميكانيكي تدريباتهم العملية وفق الخطة الدرسية والمنهاج المقرر. مراسل التربوية والتفاصيل. يتابع طلاب التعليم المهني تدريباتهم العملية وفق الخطة الدرسية والمنهاج المقرر. نحن هنا عم تمرين لطلاب ثالث ثانوي. طلابنا الحمد لله الحين هلا متزلمين بالدوام، عم نفذ الاولاب سن شبه من الحريف للطلاب، والحمد لله التنفيذ ممتاز ان شاء الله. الاساس التمرين هو وفق المنهاج والخطه الدرسيه؟ اكيد اكيد ضمن المنهاج. احنا اساس التمارين الطلاب الثالث ثانوي كلهم نوالب. بين طلاب الثالث ثانوي قسم التصنيع الميكانيكي ان التمرينات العمليه من شانها زياده مهاراتهم وتمكينهم من الحرفه بشكل جيد. دخلنا على الحرفة طبعا على العلامات، وأنا طموحي إنه أدرس تصنيع ميكانيكي عشان أتعلم على CNC وعشان نطور يعني الصناعة. هل صار بإمكانك تشتغل بالسوق المحلية وتنتج؟ إن شاء الله لو طلعنا هندسة أكيد راح نشتغل. بعد ما شرحنا الأساس عن كامل التمرين عم طبقوا عملي لولا بملزمي سن ثلاثي، منطبقوا أساس على الخطوة هون حسب الخطوة هون أستاذ بيطلع معانا السن. هل هذا التمرين الثالث من نفسه بالفصل الثاني؟ هلا ماشيين وفق الخطة الدرسية وعم ترسموا وبتنفذوا بشكل نظري وعملي؟ لك عم نقدم كل رسماتنا النظامية والحمد لله. إدارة الثانوية أوضحت أن الطلاب ملتزمون بالدوام وتتم متابعة أوضاعهم وتأمين مستلزمات التدريبات العملية على النحو الأكمل. نحن عندنا هون بالثانوية الصناعية الثانية طلاب الثالث ثانوي لحد الآن ملتزمين بالدوام وعم نطبق الخطة الدرسية والتمارين العملية التي تتوجب على الطالب أنه يأخذها وينفذها عندنا هون بالثانوية. والقانون رقم 38 الخاص بالإنتاج في التعليم المهني أفسح المجال أمام الطلاب لإثبات جدارتهم والمنافسة في السوق المحلية. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حماة. تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية تشارك، وذلك كأحد أدواتها الرئيسية لتنظيم الجهود المجتمعية. وستساهم المنصة بزيادة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية والجهات المعنية، ما ينعكس إيجابا على تلبية الاحتياجات لأكبر شريحة ممكنة، كما توفر كل المعلومات التي يحتاجها أي متبرع لدعم المنظمات غير الحكومية بتقديم الخدمات للمجتمع، سواء لقطاع معين أو لمبادرة وطنية أو مشروع محدد. مشاهدينا، وفي أخبارنا المنوعة نبقى مع الزميلة ماريا. مساء الخير ماريا. مساء النور ماهر. تفضل. رمضان كريم مشاهدينا، باقة من الأخبار المنوعة لكن بعد الفاصل. نبدأ أخبارنا مع إطلاق وزارة الصحة لحملة التطعيم الوطنية المكثفة ضد فيروس كورونا بهدف تعزيز استقرار الوضع الوبائي والحماية من الأعراض الشديدة المحتملة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.
أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة التطعيم الوطنية المكثفة ضد فيروس كورونا وتستمر حتى 30 آذار الجاري. تستهدف الحملة طبعا الأشخاص فوق 18 عاما، ولا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكوادر الصحية، وذلك عبر التوجه بشكل مباشر إلى المشافي أو المراكز الصحية. ذكرت الوزارة أن الجرعة الدائمة الثالثة أو الرابعة ضرورية لرفع نسبة المناعة، خاصة لكبار السن ولأصحاب الأمراض المزمنة وللكوادر الصحية، بفارق 4 أشهر إلى 6 عن الجرعة الأخيرة. في خبرنا الثاني مشاهدينا، ننتقل للحديث عن أشهر طقس رمضاني في سوريا، وهو سكبة رمضان الذي كان يعطي شرارة الحياة في الحارات القديمة قبيل آذان المغرب بنحو نصف ساعة. تعد السكبة صحنا من الوجبة الرئيسية التي أعدتها ربة المنزل لتتبادلها مع جاراتها المقربات وترسلها مع طفلها، وما إن يعطي الطفل السكبة حتى يطلب منه الانتظار حتى يعود بصنف آخر، لتجد في النهاية على مائدة الإفطار العديد من أصناف الوجبات التي تشاركها الجيران فيما بينهم. لكن الأحوال تغيرت وتراجعت هذه العادة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة للكثير من العائلات السورية، فيما حافظت القليل من العائلات على هذا الموروث الاجتماعي. نختتم نشرتنا اليوم مع خبر ساعة الأرض، ولماذا تطفأ الأنوار في أنحاء العالم كافة؟ في تفاصيل الخبر، يحتفل العالم في 26 من شهر آذار من كل عام بساعة الأرض كجزء من تقليد سنوي لزيادة الوعي حول تغير المناخ بساعة عن الأرض، حيث يطفأ ملايين الأشخاص في أكثر من 190 دولة الأضواء لمدة ساعة واحدة. أطلق هذا الاحتفال عام 2007 من قبل الصندوق العالمي للحياة البرية وشركائه في أستراليا، والذي وصف ساعة الأرض بأنها أكبر حركة شعبية عالمية من أجل البيئة. وبحسب الصندوق فإن الهدف منها هو زيادة الوعي حول حماية الطبيعة ومعالجة أزمة المناخ طبعا. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبارنا المنوعة لليوم، نعود إليك ماهر. شكرا لك ماريا. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا قصيدة أنت وأنا بأداء طلاب مدرسة الشهيد باسل نمر الزين الدين في السويداء. نشرت مديرية تربية السويداء مقطع فيديو لتلاميذ وتلميذات الصف الثامن الأساسي بمدرسة الشهيد باسل نمر زين الدين في قرية سليم بريف المحافظة، وهم ينشدون قصيدة أنت وأنا للشاعر خليل الهنداوي على ألحان الموشحات الأندلسية بأداء مميز ومتناسق. لنتابع معا. بطبيعة الحال مع هذا الإبداع نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة. نعود لنذكر بالعناوين.
وزير التربية يكرم فريق أكاديمية سوريانا تقديرا لإنجازاتها. انطلاق مسابقة رواد الطلائع في درعا وطرطوس.